احنا بينضم الينا زميلنا حسين مشيك مراسلنا من موسكو. حسين انا برحب بيك. اذا الناتو بيعتمد مفهوم استراتيجي جديد وبيعتبر روسيا اكبر تهديد واكبر عدو للناتو، وكان هناك منذ قليل مؤتمر صحفي ايضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما اعتقد انه حتى الان لا يوجد يعني رد فعل حتى الان حول هذا المؤتمر لانه يعني لسه منتهي. نعم خلود، بالفعل منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خلال هذا المؤتمر تحدث الرئيس بوتين عن أمور كثيرة مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في المدن الأوكرانية، حيث أكد بوتين استمرار العملية وأن الجنود الروس يحققون الأهداف وفق الجدول الموضوع لهم، الجدول الزمني وجدول الأهداف، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جدول زمني لإنهاء هذه العملية، كون أن العملية مرتبطة بتحقيق أمن الدنباس وحماية الأمن الروسي. أيضا بوتين أشار إلى أن الموقف العدائي من الناتو تجاه روسيا ليس جديد، بل هو منذ العام 2014، وحول إمكانية ضم فنلندا والسويد إلى الناتو ونشر الناتو جنود على أراضي فنلندا، الرئيس بوتين أكد على أن روسيا سترد بشكل حاسم على هذا الشيء. وهذا الأمر حسب الخبراء منذ الأيام الماضية، الخبراء يعتبرون على أن روسيا من الممكن أن ترد في إطار نشر عدد من القوات الروسية أو تعزيز وجود القوات الروسية على الحدود الروسية الفنلندية، وأيضا من الممكن أن تذهب روسيا أبعد من ذلك وتنشر أسلحة نووية على الحدود الروسية الفنلندية. كل هذه الأمور مرتبطة بالخطوات التي سيتخذها الناتو على الأراضي الفنلندية، أي أن الجانب الروسي سيعتمد على مبدأ الرد بالمثل على خطوات الناتو. فالجانب الروسي وحسب كافة الخطوات المتخذة من قبل موسكو منذ بداية الأزمة لغاية الآن، روسيا كافة الأوقات تتخذ الخطوات في رد بالمثل، أي على مبدأ المعاملة بالمثل. أيضا الرئيس بوتين أشار إلى أن القوات الروسية لم تستهدف المنشآت المدنية في الأراضي الأوكرانية، إنما الهدف الأساسي هو المنشآت العسكرية، واتهم بوتين الجانب الأوكراني بوضع مستودعات للأسلحة الأمريكية والغربية التي تم إمداده بها لمواجهة القوات الروسية بالقرب من المنازل السكنية والمراكز التجارية. وحادثة المتجر كريمنشوك هي دليل على ذلك. كما أيضا أشار بوتين إلى أن العملية العسكرية سوف تستمر لتحقيق الأهداف، وأن الهدف الأساسي هو لم يتغير، شرح عنه في 24 من فبراير الماضي، وهو حماية منطقة دونباس واستعادة الأمن لسكان هذه المنطقة. نعم. طيب حسين، أيضا كان هناك تصريحات خلال هذه القمة ذكر فيها الرئيس الأمريكي بأنه سوف يتم تعزيز وجودها العسكري في 6 دول أوروبية قاعدة دائمة في بولندا من أجل مواجهة أي هجمات برا بحرا وجوا. هذه تصريحات يعني توقعات الخبراء من رد الفعل الروسي تجاه هذه الخطوة الصارمة لو يمكن القول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن أيضا يعني متوقعة كما أشار البعض. نعم خلود، للإشارة فقط إلى أن الرئيس بوتين منذ أيام أكد على وضع الولايات المتحدة أسلحة نووية في 6 دول أوروبية أعضاء بالناتو، ووضع 257 طائرة لاستخدام هذه الأسلحة. اليوم القرار الأمريكي بنشر قواعد عسكرية أمريكية بالقرب من روسيا إن صح التعبير، الأمر هذا سيؤدي أيضا إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية. وهنا طبعا حسب الخبراء لا أحد يعلم إلى متى أو إلى أين ستصل القوات الروسية، لكن كل ذلك مرتبط بالأهداف التي ستحققها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية. لكن بطبيعة الحال الأهداف الروسية معلنة والجميع يعلمها، الجانب الروسي لن يوقف عمليته العسكرية إلا بعد حماية الأمن الروسي، الأمن الاستراتيجي الروسي وحماية مصالح المواطن الروسي. إلى أين ستصل القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية وأين ستعزز روسيا من وجودها العسكري لا أحد يمكنه أن يعلم ذلك. طب هذه حتى الآن إلى أين وصلت القوات الروسية ميدانياً؟
نعم، على الصعيد الميداني اليوم شهد معارك عنيفة بين الطرفين الروسي والأوكراني في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك. أيضا وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف أكدت على إسقاط أكثر من 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز ميك 29 وواحدة من طراز سو 25 في مدينة خاركيف، وأيضا عفوا في مدينة نيكولايف، ومقتل أكثر من 100 متطرف أوكراني في مدينة خاركيف، إضافة إلى عدد كبير من المنشآت العسكرية التي دمرتها القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية. هذا في سياق البيان الرسمي لوزارة الدفاع. أما في سياق التقدم العسكري وما يجري على أرض الواقع، المعلومات تتحدث خلود عن تقدم كبير للقوات الروسية في مدينة ليسيتشانسك تحديدا لتحرير هذه المدينة من المقاتلين الأوكران، بالرغم من أن الجانب الأوكراني يتخذ احترازات ويتخذ أساليب حماية كثيرة لمواجهة القوات الروسية. اليوم القوات الروسية أصبحت تسيطر على ثلث مدينة ليسيتشانسك، لكن السيطرة الكاملة على هذه المدينة تحتاج إلى أيام نظرا إلى التحصن الأوكراني داخل هذه المدينة. وفي الجهة المقابلة أيضا خلود، لا زالت المعارك مستمرة في منطقة دونباس بشكل عام، وتحديدا في إقليم دانيتسك، حيث أيضا يتعرض الإقليم إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية. هذا القصف طال المباني السكنية وطال أيضا مراكز دور الأطفال، حيث يوجد عدد من الأطفال بين الجرحى إضافة إلى قتلى. الجانب الأوكراني يستهدف أراضي دانيتسك من مدينة أفديفكا، هذه المدينة التي أيضا يتحصن بداخلها القوات الأوكرانية وعدد من المقاتلين الأجانب. الجانب الروسي يؤكد على أن القوات الروسية ستتقدم بوتيرة متسارعة، ستعمل أقصى ما يمكنها لتحرير المناطق دونباس في وقت سريع لاستعادة الأمن إلى هذه المنطقة وإلى سكان منطقة دونباس، كون أن هؤلاء السكان كانوا يتعرضون إلى قصف عشوائي طيلة الفترة السابقة، أي منذ العام 2014. الجانب الروسي الآن لا يعول كثيرا على المفاوضات ولا حتى على المنظمات الدولية، كون أن هذه المنظمات ومنظمات الأمم المتحدة لم تفعل أي شيء إلى سكان منطقة الدونباس. وروسيا كانت تطالبهم بتطبيق الضمانات الأمنية، لكن لا أحد كان يسخي إلى تلك الضمانات، ما اضطر روسيا إلى إعلان عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة الدونباس. وهذه المنطقة هي الأولوية أو تعتبر الأولوية لدى القيادة الروسية في العملية العسكرية الحالية. نعم، شكرا زميلنا حسين. نعم. ماشي، كنت معنا من موسكو، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.